مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي مباشر موقع مباشر من مصر. معكم محمود حسن، صحفي الموقع من محافظة سوهاج. محمد أحمد شاب سوهاجي، ربنا كرمه وتعين في شركة المية وتوظف في شركة المية، ولكن قدر الله في أسرته إن والده يتعب 4 سنين جلطة، بعدين شلل رباعي، شال بيته، شال أهله، شال أولاده، ولكن انفصل 21 يوم عن شغله في شركة المية، 21 يوم منفصلين على حد قوله، ولكن الشركة أخذت قرار بفصله. خلينا نعرف التفاصيل والحكاية إيه مع محمد واللي حصل معاه من البداية. أهلا بك يا محمد. أهلا حضرتك. عرفنا قصة البداية بتاعت والدك، بعدين أنت انشغالك عن وظيفتك، بعدين قرار شركة المية. والله أنا كنت شغال في شركة المية عامل سنة وتشغيل، وما كنتش بقصر في أي حاجة من الشغل، إلا بس اللي هو وحيد ومعايا 3 أولاد وزوجة. وحيد في أسرتك بين والدك ووالدك؟ تمام. أيوه. معاك أخت معاقة؟ أيوه، معاقة ذهنية، واخد بالك. وفعلا ما كانش فيه إن حد يقدر يتحرك بيه أو يروح أو يجي، حسبولي 21 يوم متقطعين. ده خارج عن إرادتي أنا. والدي، أنا عندي 36 سنة، فأنا هسيب والدي بعد العمر ده كله وأسيبه لمين؟ حضرتك وحيد في البيت، مفيش غيرك؟ مفيش غيري، وأطفالي صغيرين، واخد بالك. بس فاتفاجئت إن هم عملوا لي فسخ عقد، ورحت بعت لهم تظلم، وراح بعتوا عليا بحفظ أول مرة. أنا شايف إن معاك أوراق كتيرة جدا، ووريتني في الكواليس إن أيوة يا فندم، معاك أنت في بعتوا لي حفظ الطلب أول مرة، تاني مرة مشكورا للعضو مصطفى سالم اتدخل لي فبرضه حفظ الطلب، بعتوا لي بعد كده جواب قال لك شرط طلبك اتحفظ بدون ما يتناقشوا معاك او معاك تحقيق او الكلام ده كله؟ لا يا فندم، محدش حقق معايا. محدش حقق معاك من البداية لما انت فصلت 21 يوم منقطعين؟ ايوه. وقدمت مذكرة انك انت بتشرح اللي حصل معاك، ولكن ما حصلش معاك اي تحقيق؟ لا، ما حصلش معايا اي حاجة. وبعد كده مشكورا العضو مصطفى سالم برضو اتدخل لي، بس برضو حفظوا الطلب، حفظ برضو. بعتوها بعديها بعتوا لي جواب ان لازم يكون اخر تقرير ليا اللي هو ايه، يكون واخد جيد جدا اهو. اهو فندم، ده كان اهو، كان بتاريخ 12/3/2023، وانا 2023 كنت واخد جيد جدا. وقبل ايه؟ 2019 خدت جيد جدا. جيد جدا. 2020 ممتاز. ممتاز. السنة اللي بعد اللي هم أخذوا عليها القرار بناء عليها، هي خدت فيها جيد. جيد. السنة الأخيرة جيد جدا. أي. طب هم أنت القرار بيكون، القرار ده هو قرار الشركة، بيكون بناء على السنة الأخيرة ولا على السنوات التراكمية؟ والله هم على حسب حد قولهم، قال بيقولوا إن آخر تقرير ليك يكون لا يقل عن جيد جدا. أهو. واخد بالك؟ وانا واخد تقديري 2023 جيد جدا، وما زالت العهدة عندي، انا لسه مضى عليها من فترة قريبة. معاناة والدك كانت ازاي في البداية؟ انت ازاي اتحملت 4 سنين او الفترة الاخيرة بتاعت والدك لما اشتد المعاناة واشتد المرض دي، فاضطريت تنشغل عن وظيفتك وعن شغلك؟ والله كان والدي حالته ميؤوس منها، لان كان نفسي يعني ان هو يعني حتى على الاقل يمشي، يخش يروح حمام، يروح دي، فانا ما كنتش عايز اقصر معاه. ده كان معاناته شال الرباع، ما بيتحركش من مكانه. وكنت متردد من مستشفى الرحمه قبل كده لمستشفى الضغط العام، لدكاتره بره في عيادات، فانا كان يعني كل فكري وتشغيلي ان ما كان بيتعب ما بشوفش قدامي غير ان اشيله واطلع بيه على اي دكتور. ايوه حضرتك، انت في الاسره لوحدك وحيد، واد وحيد فعلا. فهل من العدل ان هو يبقى انا عندي 36 سنه راجل كبرني وعلمني وجوزني وفي الاخر اسيبه لما يتعب؟ ده حتى يبقى حرام. احكي لي بقى، انت ما قررتش انك انت تروح الشركه وتشرح موقفك بالكامل معاهم؟ وهل كان في تعاطف في البدايه للاخر، ولا تعاطف في البدايه بس وبعدين سابوه؟ والله كان كل الشكر والتقدير كان المهندس حمدي رشوان، والمهندس هشام، والحاج ناصر الريفي، والحاج ياسر جنديل، كلهم دول وقفوا جنبي، والمهندس محمود ابو الوفا. فما اقدرش انسى اي حد منهم ولا انسى فضله عليا بعد ربنا. طيب احكي لي بقى، القرارات بتاعت الشركه كانت ازاي، وانت اتعاملت معاها ازاي بقى؟ انا كان كل هم بيبعتوا لي كان جواب، وبعد كده انقطعوا، فانا كل ما بروح اسال يقول لسه لسه لسه.
انت كده منقطع عن الشركه يعني بعد قرارهم ليك كام؟ من اول ما هم قالوا من يوم 19/12/2023، ده اخر حاجه انا مضيت فيها في الدفتر. شهر 12/2023، أيوة. احنا داخلين على شهرين تاني وتم سنه كده في الكلام ده. تمام. بس فانا كل اللي انا عايزه ان ارجع وظيفتي زي ما كنت، ولو في قدر الله تقصير مني او غياب بدون مستند قانوني او بدون اجازه مسبقه يتخذ معي الاجراءات اللازمه. متابعينا الكرام، متابعي موقع مباشر من مصر، مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد وتغطيه جديده لواقعه محمد احمد شاب سوهاجي، مكافح شاب سوهاجي، ربنا كرمه في شركه الميه وتعين في 2019، ولكن حصلت ظروف خاصه اسريه بما انه وحيد في الاسره، شال والده اللي هو حصل معاه جلطه في البدايه، وبعدين شال الرباعي، مش قادر يتحرك، مش قادر يروح مكان، مش قادر يروح اي دكتور. محمد احمد شال ابوه في كتفه، قال مين هيشيل ابويا، وانقطع 21 يوم منقطعين منفصلين وليس مستمرين. ولكن الشركة المية اللي توظف فيها واللي ربنا كرمه بيه عشان عنده 4 أولاد أخذت قرار بفصله، اتحرك هو محمد أحمد شاب معاه الورق بالكامل ومعاه إنه الشركة مدياله حسن السلوك 4 سنوات، ولكن 2022 خد جيد فقط، وهي الشركة متمسكة بالبند ده، ولكن هو القرار بيقول أو القانون بيقول إن القرار بيتاخد على آخر سنة وهو واخد فيها جيد جدا. خلينا محمد اخد بعض منك، كنت وريتني ورق كتير جدا في الكواليس، خلينا يمكن في ورق انت ما تكلمتش عنه. في يا فندم، انا كنت بشوف شغلي وعمري ما جيت في يوم غلطت في اي حد من رؤسائي او زملائي او جيت في يوم اعترضت على اي امر امروني به. يعني ما حصلتش مشكله كبيره معاك في الشركه قبل كده ولا لا؟ لا 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 يا فندم، ولا عملت اشتراك عمل ولا اي مشكله قبل كده، واخد بالك؟ وانا يعني انا مش هقول ان انا سباك متميز ولا حاجه، بس يعني انا ممكن شهاده حكوميه اهي واخد فيها ماهر جدا بعد الاختبارات، واخد بالك؟ وزي ما قلت برضو في الاول ان انا عندي اخت معاقه ذهنيا، وادي ما يثبت برضو ان انا قيد عائله اهو، ان انا واد وحيد انا واخت، وعندهم هم شهاده الجيش برضو وتاكد الكلام ده مستندات الرسميه. وفي عندك ما يثبت ان الاخت المعاقه وانك انت وحيد؟ في موجود، وفي اشعه دوبلر، وفي اشعه مقطعيه، وفي اشعه بالصبغه، وموجود كله ده. متابعينا الكرام، نتمنى من السادة المسؤولين مراعاة وتعاطف مع محمد أحمد الشاب السوهاجي المكافح، واللي شال والده، حاول بحسب ما اتخذه المسؤولين من اتخاذات إجرائية ضمن القانون، واحنا كنا سجلنا بناء على رغبته. متابعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم من هنا محافظ سوهاج محمود حسن، إلى اللقاء.